اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مقر الامم المتحده بمدينه نيويورك مع معالي السيده ماريا غابرييل نائبه رئيس الوزراء ووزيره خارجيه جمهوريه بلغاريا وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه بلغاريا وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه خدمه للمصالح المشتركه اضافه الى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك